طبعاً ده في غاية الغرابة أنه الذي يعين هذا المجلس الذي يكون مجلس للإعلام ورابطة الإعلام السيسي يختار رئيسه، يختار اثنين ويرشح له من جهات ومؤسسات مختلفة، هو أيضاً الذي يختار منه. والحقيقة اليوم الصحف الألمانية الصادرة اليوم انتقدت هذا القانون، هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وقع عليه عبد الفتاح السيسي، وللأسف طبعا كما تعلمون أقر البرلمان، وهذا البرلمان جاء من أجل ذلك. لغة الأرقام تقول أنه تم انتهاك 553 حالة، طبعا كلامه كله في إطار الإعلام والصحافة، وكان أبرزها الحكم على 4 إعلاميين بالإعدام، وطبعا كان جزء منه في القضية المشهورة غرفة عمليات ربع. وبالمناسبة يعني غرفة عمليات ربع أنا أحمت في هذه القضية ولم أحضر لربع ولا دقيقة، وكنت خارج مصر وخدت مؤبد من الهواء. يعني أنا خارج من مصر يوم 25/7/2013 خارج بشكل طبيعي من مطار القاهرة، وكنت قبلها لدي برامج في قنوات إعلامية زي قناة المحور، كان لي برنامج اسمه حوار في الصميم، وكنت بخرج دائما ضيفا على معظم القنوات الفضائية، وخارج طبيعي فإذا بهم حارفي لأنه كنت ضيفا على قناة الجزيرة، وكنت واضحا مع هذا الإجرام الذي فعله السيسي والدماء التي سالت. فالسيد المحامي العظيم سمير صبري قام بتقديم بلاغ ضدي للنائب العام يوم 2/9/2013، وماذا قال؟ قال أن فلان يهين الجيش المصري على قناة، هكذا قال بين قوسين، قناة الخنزير. صحيح لو كتبتم هكذا البلاغ مقدم هكذا. وبعد يومين يوم 4/9 مباشرة النائب العام يفحص ما ورد في كذا وكذا تهمة ضد فلان. إذن نحن أمام منظومة لا تعرف ولا تصادق بأي حال من الأحوال حرية الإعلام والصحافة. طبعا برضو اقتحام نقابة الصحفيين هذا جرم لم يحدث في تاريخ نقابة الصحفيين من أول إنشاء، لم يحدث أبدا أن تم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل. وطبعا تلفيق التهم مع يحيى قلاش النقيب ووكيل النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البنشي اللي هو مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وتم محاكمتهم للأسف كل ده ابتزاز، مع أنه هؤلاء وده شيء مؤسف طبعا نبى أيدوا الانقلاب وقفوا مع الانقلاب بشكل أو بآخر. ولكن ومع هذا أنا دائما أقول أنه الجيش أو السيسي زي الفريق، عارفين الفريق؟ تكلمتوا الفريق ده؟ ما يحبش الشريك. الجيش أو هذا النظام زي الفريق بالظبط، ما يحبش الشريك. وسجن 97 صحفي حتى الآن، واحتجز 140 حالة احتجاز مؤقت، وتم انتهاك 40 حالة لصحفيين في السجن، بيعذبوا الصحفيين في السجن لا حرمة. يعني أنا أذكر يعني قدرة لي وكثير منكم وأكيد من يسمعوننا سجن بشكل أو بآخر، إنما ما كانش السجن بهذه الطريقة والإعلام، حتى الصحف كان شوية أو الإعلام شوية بيحسسوا عليه شوية كده، إنما دلوقتي ما فيش إهانة وتعذيب وإهدار لكرامة المصريين. طبعا يضاف إلى ذلك المنع من السفر، شمل حوالي 10 حالات، كل ده إطار الصحفيين، ده ناهيكم عن الآخرين. وحوالي 249 اعتداء بدني، ومنع من التغطية، و17 حالة تقييد وحظر من النشر. يبقى
يبقى ده إذن وضع الإعلام والصحافة في أرقام في حكم السيسي. لو انتقلنا بسرعة كده إلى يعني تفاصيل بعض هذه الانتهاكات، أذكر وقت إلقاء بيان السيسي وبيان الانقلاب. أنا كنت وقتها في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنا خارج من المدينة إذا بي أجد بعض الشباب من التسع قنوات التي أغلقت يهرولون البعض الإدارة يمشي، يعني طبعا هم اعتقلوا الكثير من هؤلاء، يشكو ويقول إنه تم القضاء والضرب عليهم بشكل مبرح بشكل غير طبيعي. دخلوا قنوات ومسكوا شوم وضربوا الشباب في قنوات اللي انتم عارفينها، كان وقتها مصر 25 وقناه الناس واشياء تسع قنوات. فمن وقتها وهم اي حد يخرج عن السياق يتعاملوا معه. ناهيكم انه هناك حالات بقى معروفه وحدثت فيما بعد، انهم اوقفوا برامج، حتى برامج ممن كانوا يقفون معه. يعني على سبيل المثال عندنا برنامج عكاشة، هل تفضلت بيه؟ عكاشة كله وقف، مش برنامجه بس، هو كله محمود سعد. وعندك اخيرا عمرو الليسي. عمرو الليسي مش بس البرنامج بتاعه توقف، ده كمان منع من الصف، هو وصلته كان رايح يحج في دبي مش كده. فعندك برضه منعوا مقالات لممدوح الولي. ممدوح الولي كان نقيب الصحفيين السابق، منعوا له مقالات ايضا، وقطعوا بس على قناة دريم، وقطعوا حتى بس ويشوشوا باستمرار على قناة مكملين، ومنعوا حتى مقال لسيد حجاب شاعر.